بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده هنتكلم على فيديو كده لذيذ عن اللعب تحت الضغوط. لعب التنس بيبقى تحت ضغوط، يعني فعلا بيبقى تحت ضغوط قوية جدا، وبيبقى بيمتاز في ممارسة التنس الأرضي بأنه يستطيع مواصلة اللعب رغم الضغوط وشدة الناس والجمهور واللعب وإتمام المباراة لصالحه، فقد يتعرض لظروف يعني مناخية، الأمطار وشدة المطر، كل دي ظروف فعلا بتبقى ضغوط داخل الملعب. من ابرزها زي ما قلنا الامطار وشده والحر في الدول العربيه درجه الحراره المرتفعه يؤدي الى ضغوط قويه جدا، كل ده بيتحمله لاعب التنس. اذا نخرج بمعلومه ان لاعب التنس دائما بيبقى تحت ضغوط قويه جدا، ومن ذلك الضغوط بيستطيع ان هو يتمسك بها، اذا هو بيستطيع ان هو يتماشى مع الضغوط اللي هي داخل الملعب.